نبدأ لقائنا اليوم من خارج سياق البحث المباشر بقول شهير للمفكر الإنجليزي أو الإيرلندي، هو إيرلندي وجنس إنجليزي، جورج برنارد شو، قال فيه إنه المجادلة مع الأغبياء تشبه محاولة قتل بعوضة حطت على خدك، قد تقتلها أو لا تقتلها، لكن في كلتا الحالتين سينتهي بك الأمر بأن تصفع نفسك. بالعودة إلى سياق قراءة مشهد لبنان المنهار انطلاقا من خطوتين غير مسبوقتين في العرف اللبناني تميز بهما الأسبوع الأخير من شهر أذار. الخطوة الأولى قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما تراجع عن قراره بتأجيل التوقيت الصيفي خلال شهر رمضان، والخطوة الثانية قام بها وزير الأشغال علي حمية لما تراجع عن مشروع توسعة مطار بيروت. ميقاتي ألبس تراجعه لقرار صدر عن اجتماع حكومي استثنائي دعا هو إليه، وليس على جدول أعماله سوى بند وحيد يتعلق بمسألة التوقيت الصيفي. ميقاتي قال إثر الاجتماع إن المجلس قرر اعتماد التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الماضي، موضحا أن قراره السابق بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يتسبب ذلك في أي ضرر لأي مكون لبناني آخر. وختم ميقاتي تصريحه بالقول: لنكن واضحين، ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة هي الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية. الوزير حمية أعلن في خطوته في مؤتمر صحفي خصص لتبرير تراجعه عن مشروع المبنى الإضافي في مطار بيروت، قال أنه رغم أهمية المشروع وعلى أثر الجدل القانوني الحاصل في مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، حيث تبين أن هناك وجهتين نظر قانونيتين للموضوع، أضف إلى ذلك أن المشروع اتخذ منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه. وأوضح حمية أنه بناء على طلب من الجهة التي أتشرف بتمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي حزب الله، وحسما للاختلاف الحاصل والجدل الحاصل، أعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود. حمية اتكأ على حزب السلاح الفارسي لإعلان خطوة تراجعه عن عقد اتخذه وكان قد وقعه، ما أعطى خطوته أهمية استثنائية لأن التراجع ليس من أدبيات الحزب وأدبيات أمينه العام حسن نصر الله، ما يطرح سؤالا عن سبب رغبة الحزب في التراجع عن القرار. هل أراد الحزب تجنب الدخول في سجال مع المعارضة حول شفافية قرار حمية تلزيم إنشاء المبنى الإضافي في المطار بالتراضي ومن دون مناقصة تحافظ على شفافية التعاقد ومبدأ حق المنافسة؟ أم هل أراد الحزب القفز فوق موضوع المبنى الثاني لمطار رفيق الحريري في بيروت لأن الحملة الشديدة التي شنت ضده لم تقتصر على المطالبة بالشفافية، بل توسعت لتطال المطالبة بتشغيل مطار الرئيس ريني معوض في سهل عكار بشمال لبنان؟ إذا وضعت المطالبة بتشغيل مطار ريني معوض على طاولة البحث ستنال موافقة أكيدة من غالبية الوزراء والنواب والشعب اللبناني، وحتى من قبل مرشح حزب السلاح الفارسي لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجي، كونه زعيم من شمال لبنان لا يستطيع أن يعارض تشغيل مطار دولي في منطقته
التي ينافسه فيها أيضا مرشح شمالي لرئاسة الجمهورية هو ميشيل معوض، وهو نائب وابن رئيس جمهورية شهيد يحمل المطار اسمه. مثل هذين التطورين من شأنه أن يفقد حزب الله ميزة نادرة، ميزة سيطرته الحالية على تفاصيل السفر والنقل الجوي في لبنان، لأن مطار رفيق الحريري هو المطار المدني الوحيد في لبنان، ووجوده في ضاحية بيروت الجنوبية يضعه تحت نظر الحزب ويمكنه من التحكم المباشر بتفاصيل ما يجري في هذا المرفق الحيوي الوحيد الذي يربط لبنان بالعالم جوا. هذه ميزة إضافية على وزن ضريبة القيمة المضافة سيفقدها الحزب حتما إذا تم تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض. وقاطعني أحدهم من دون استئذان وأوقف نقاشي على الرصيف مع بعض الأصدقاء على وزن مقاهي الرصيف ليبلغني التالي: عرفت؟ عم يقولوا الشيخ سعد راجع بعد العيد تيترأس الحكومة بعد انتخاب سليمان فرنجية رئيس الجمهورية. ولحسن حظي غادر من دون وداع كما جاء من دون سلام. في تلك اللحظة ذكرت كم هو معبر قول الكاتب الإيرلندي البريطاني جورج برنارد شو: المجادلة مع الأغبياء تشبه محاولة قتل بعوضة حطت على خدك، قد تقتلها أو لا تقتلها، ولكن في كلتا الحالتين سينتهي بك الأمر بأن تصفح نفسك. أقولكم الناس اللي بتفكر بتصفح حالها كتير.